وللحديث أكثر حول الأوضاع الصحية في العراق بعد تفشي فيروس كورونا وعجز النظام الصحي في مواجهة هذا الوباء ما خلف عددا كبيرا من الوفيات، وفي ظل حديث منظمة الصحة العالمية عن موجة جديدة وكبيرة للفيروس ستضرب العراق خلال الأيام القادمة، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الأستاذ يحيى السنبل. أستاذ يحيى، مرحبا بكم. بداية، يعني منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين في العراق، لكن أستاذ يحيى، هل تتوقع من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة في العراق أن تكون هذه الحكومة قد استعدت فعلا لمواجهة الموجة المنتظرة؟ أخي العزيز، 17 عاما من الميزانيات المئوية من المليارات ولا وجود لخطة طوارئ في البلاد مثل ما يكون ذلك في البلدان الأخرى، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن توفير أي خطة لتأمين الغذاء أو منظومة صحية يمكن أن تقف بوجه هذا الوباء لتحضيرها. فالمنظومة الصحية الموجودة في العراق متهالكة وهي مبنية قبل 2003، فهؤلاء اللصوص لم يقوموا ببناء حتى لو مستشفى واحدة في عموم العراق. الشيء الآخر، الحكومة تعتمد في خطتها على منع التجول، ولم تقم أبدا بإغلاق الحدود مع إيران خلال الفترة بدأ الانتشار فيها، وإيران هي ثاني بلد بعد الصين قد انتشر فيها الوباء. وظلت الحدود سائبة وسامحة أمام حركة الزوار أو من يذهب أو من يأتي، ولحد هذه الساعة من يريد أن يدخل العراق من خلال هذه الواسطات وبموافقة الميليشيات فهو يذهب ويأتي. إلى قبل أيام كانت هناك مجموعة من الإيرانيين قد دخلوا إلى مدينة كربلاء. الحكومة العراقية لا تمتلك أبدا أي قدرة لمواجهة هذا الوباء، ومجرد أنها سوف تقوم بعمليات منع أو حظر التجوال، منع الخروج، إضافة إلى أن هذه المستشفيات غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة سواء في بغداد أو محافظات الوسط والجنوب. فالإمكانات في هذه المستشفيات مثل الموصل والأنبار أغلب هذه المستشفيات مدمرة، وهناك مستوصفات صغيرة لا يمكن أن تسع أكثر من 30 إلى 40 سرير. أما في بغداد فالمستشفيات أغلبها مبنية قبل 2003 وقسم منها مبنية في الخمسينات أو الستينات، وهي أسرتها محدودة، إضافة إلى وجود الكثير من المرضى بأمراض أخرى. فالحكومة عاجزة عن تحقيق أي شيء، والحكومة لا يهمها حقيقة. أستاذ يحيى، في تصريحات سابقة، على ذكر التصريحات لا يهمها الشعب. على ذكر التصريحات سأتي لهذه النقطة. يعني وزارة الصحة تعلم بكل صراحة بكل وضوح وبكل فجاجة طبعا عن عدم توفر أماكن للحجر الصحي للوافدين إلى العراق قبل الموجة المنتظرة في العراق، ماذا يعني لكم هذا التصريح؟ أخي، يعني لهم بأنهم عاجزين عن تقديم أي شيء، عن تقديم أي حلول، وإلا لو كانت هناك حكومة صاحبة إرادة المستشفى يقوم أي عسكري يفتح مستشفى عسكري خلال ساعات في أي مكان في بغداد أو في المحافظات، ولكنهم عاجزين لأنهم جميعهم لصوص، وحتى الذي يريد أن ينشئ هذا المستشفى التي هي عبارة عن قيام في أماكن محفرة وتمتلك مقومات المستشفى كان يكون مستشفى ميداني كما يسمى بالمصطلح العسكري، ولكنهم يذهبون إلى الاستفادة الشخصية والحزبية، يبحثون عن مليارات في وقت أنها هذه لا تكلف أي شيء بالنسبة للدولة. إضافة إلى العلاجات، أخي العزيز، العلاج الذي يدخل للعراق ليس عليه أي ضوار، وقد فضحهم كثير من المسؤولين في المناطق الحدودية وفي الموانئ.
يأتي دواء منتهي الصلاحية من مناشئ مجهولة، وهذا هو الذي أثر حتى على حياة العراقيين. يعني حياة العراقيين نعم. الآن هذا القطاع الصحي هو واحد من القطاعات الكثيرة التي دمرت في هذا البلد، والتي تواجه طيب. فيها المواطن العراقي حياة سوداء منذ عام الجنية. أستاذ يحيى، تعتقد حضرتك أن أعداد المصابين أكثر بكثير مما تعلنه الحكومة، تعتقد ذلك؟ نعم أخي العزيز، لأن الحكومة غير قادرة على استيعاب العدد، ومن يأتي يقول له اذهب احجر نفسك في بيتك لا تخرج، غير قادرين على توفير لا أجهزة تنفس صناعي ولا عندهم أماكن لحجر الناس. هناك مستشفى أو مستشفيين تستغلها الميليشيات لأتباعها أو لهؤلاء المسؤولين أو لأقاربهم، أما البقية فحتما إن الأرقام كما صرح أحد الأخوة من البسطة المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك المئات في البصرة ممن يشكون من ضيق التنفس وعليهم أعراض. نعم أستاذ يحيى، لو نأتي إلى تصريح لمحافظ النجف لؤي الياسري، يعني هو توقع انهيارا اقتصاديا كبيرا في المحافظة خلال الأسابيع القادمة، هل نفهم من هذا التصريح أنه يوجه دعوة لفتح الزيارات أمام زوار الإيرانيين برأيكم؟ هو حتما، يعني هو عندما يعلن عن انهيار اقتصادي فهو يبحث عن فوائد مالية، لأن هو عندما أعطى وعود بتسليم مبالغ تجاه هذا الجلوس لأحد الميليشيات أو لأحد الشخصيات الحكومية الكبيرة، لذلك هو يسعى للاستفادة الاقتصادية من الناحية الأولى، ومن الناحية الثانية حتى يقول إنني قد بلغت، وهو كاذب حول ذلك. بإمكانه أن يحول عدد من المرافق الدولة الأخرى إلى مستشفيات استيعاب الناس، ويمكن انه في هذا الحجر يمكن ان يجنب المحافظه شر هذا الوباء الذي سوف ينتشر بشكل اكبر، ويمكن ان يتطور الى فيروس اخر يفتك بالناس، ولكن لا يهمهم هذا الشيء. نعم. اذا كانوا هم محصنين ويذهبون الى دول العالم للمدارج، او ممكن انه قد جعل في مقره غرفه له ول أتباعه للعلاج، لا يهمهم مصلحة الشعب. نعم. يعني المهم أننا الشعب أمام حكومة لا تكترث بما يجري لشعبها، وإلا ما يجري في العراق لا يجري في أي بلد من بلدان العالم التي تعرض سواء احتلال أو تعرض إلى الميليشيات أو العصابات. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبول، شكرا جزيلا لكم.